الدكتورة طمنتني واني راحت مني الحرارة حتى اصير زين، ولازم اروح لبيتي واقول لامي انه اني ما ظل بي اي حرارة. وصحيح الدكتورة قالت لي لازم اخذ العلاج، لا 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 لازم انتظر الدكتورة. هي يا دكتورة انا جاي استناك، يلا ازاي راح استناك لبين ما تنطيني الدواء. واخيرا انطتني الدواء، هسه راح اروح للبيت. ايه ولازم بس 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 صحي وين صار بيتنا، ولازم ندلع عالسريع. الثاني لازم يمكن هذا هو بيتنا، صحيح هذا هو بيتنا. لازم افوت على بيتنا حتى اغبي الدواء بالبراد وعلى الحزن. يمكن امي نايمة، لازم احط بالبراد. حطيته ولازم اروح على غرفتي وانام. يلا خلص حد بس لا عزاني ثاني غرفتي هيا أنا أريد أنام بلا صفر، لازم أنام على السريع. يلا يلا خلينا أنام ثاني نمت. يلا خلينا في الحلم. راسي جاي وجاني، لا 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 لا، بسم الله ايش حلمت؟ قال حلمت انه راسي جاي وجعني، لازم انام، ولازم اغمض عيني وانام. يلا خلينا انام. وبعد مرور ساعة الثاني خلى اركض، معقول ابني بيصير بهذا الشيء؟ لازم اخبر الدكتورة هذا الشيء حتى تعرف. هي دكتورة ارجوك طمنيني ابني صار زين. ثواني بس اتصل في الدكتور. الو دكتور انطمني بهذا الشيء. شنو ماخذ علاج الخطأ؟ شنو عزم ايش راح يصير بي؟ ما اعرف. عايز تقدرين تروحين للبيت؟ شنو اقدر اروح للبيت؟ عزمني ايش راح يصير بي؟ ما اعرف. عايز تقدرين تروحين؟ لا لا مستحيل، ما اقول ابني ما اخذ علاج الخطا، ايش راح يصير بي؟ صار لازم اروح على البيت وادق على الدكتوره. يلا خلي اروح، يلا خلي اروح، خلي اروح، خلي اروح. صار تقربت للبيت ولازم انتظر بالدكتورة. يلا يلا لازم 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 اقعد، لازم يلا خل يلا خل اقعد. يلا الو دكتورة ابو، لازم انتظر برقمها. يلا دكي دكي. الو يا دكتورة، عز ما ممكن هذا تحكي لي انه امي ما اخذ علاج الخطأ؟ ابني ما اخذ علاج الخطأ ابو. يلا سلام سلام. يلا يلا معقول ابني ما اخذ علاج الخطأ؟ لا لا لازم انتظر معاه مرة ثانية. يلا دكي دكي. الو عزبني ايش راح يصير بي؟ راح يصير بي شي؟ ايش عم تحجين؟ معي تكلميني. يلا سلام. يلا 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 سلام. ايش راح يصير بي؟ خلصها. واو اليوم نمت نومة مرتاحة. بس شنو لازم أنا ليش لابس هدوم المستشفى؟ وأنا لازم أفوت على الحمام، لازم أفوت وين صار لازم أفوت على الحمام.
لا ده مفتاح الحمام وبغيرها. خلو خرج من الحمام وتحولت إلى صخر، وعد ما تقدر أمشي ولازم أنزل. لا معقول يشوفني أمي وتحج علي، لازم أنزل على آخر طابق، لازم أنزل على آخر طابق، ولازم حتى صيح علي نام حتى ما حد يشوفني. عندي ألوان الأسباق، من الأسباق لازم أطالعهن على السريع. يلا خلى طالع. حسوا أخيرا لونت حالي، وبعد حتى أنا صرت نفس اللون الحيط، وبعد ما يقدر أحد يشوفني. لا 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 لا, لا. صحيح تذكرت ابني، الدكتور قال لي ابنك راح يتحول الى صخر. لازم ابو وين ابني وين ابني يا ابني 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 انا ما زلت الطابق اللي بعده. يلا هي ابني وينك ابني وينك؟ أوه لا ابو قاعد استرخ الهرب، ولازم اهرب على السريع، ولازم اخذ البستلك مالتي حتى اهرب. خلها هرب. اقول شوفوا الناس وانا متحول الى صخر. يلا خلها هرب. سوني قاعد هنا ولحد الان ما جيت الدكتور. سمعت واحد جاي يصيح هذاك شخص صخر سامس. لا عشت يلا غابت عيني وانا يلا خلها. لازم اروح السريع وصحي صحي هناك اكو نبع ولازم اتغسل فيها. يلا ولازم اقدر ايش قد ما اقدر. يلا خلي اسبح. وبعد مرور ساعة الثاني صار لي ساعة جاعد اسبح ولحد الان ما اجي. صار لي ساعة جاعد اسبح ولحد الان ما اتغير شكري. يلا يا رب ساعدني ان شاء الله فجر من الصبح تحول الى شكل الحقيقي. لازم اروح البيت ما حتى اكيد امي تحكي علي اقول امي تعرف انه انا متحول الى صخر. يلا لازم اروح على السريع، لازم ادوي الى بيتي. لازم عزكيت أمي نهي السعيدة عشب الليل. لازم أروح غرفتي. يلا افتحي. استنى فتحت الباب حتى أمي نايمة، ولازم أنام على السريع حتى يلا خلينا نام. يلا خلينا. هسه قربت البيت وحتى جبت المعدات مالتي حتى اروح اكسره. يلا خلي اروح اكسره. لازم اطلع بشويش حتى اكسره. يلا خلي اكسر. يلا طف طف طف. انا خلصت له. لازم اروح على بيتي وحتى يلا افتحي يا باب. افتحي اصلا هي ام دقت علي ولازم اروح على البيت على السريع. يلا خلي اروح. انا خلص من النومي جاهز احس حالي ما بي اي شيء. يلا واو رجعت لحياتي. واخيرا بعد ما اقدر اوقف وحتى صرت امشي نفس مشيتي. لساعدني أني ما تبت بس أدوب وأخيرا أني رجعت للحياتي. واو وين وصلنا هذا الفيديو. إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناة، وإن شاء الله ننزلكم فيديو جديد. ومع السلامة. هسه
هسه استلم للجزء الثاني. يلا باي.